السلام عليكم. اليوم الحلقة الثالثة عن الفيلسوف الفرنسي ديكارت. بهاي الحلقة راح أتحدث عن الفرق بين ديكارت والغزالي عن الشك. الشك الفلسفي عند كل من الغزالي وديكارت الهدف مالته كان نحو استقلال عقلي، معتمدين عليه من على وعيهم بضرورة وجود حقيقة واحدة مطلقة والبدء بطريقة جادة للوصول إلها، مقتنعين اقتناع ثابت بإمكان التوصل إلى معرفة هذه الحقيقة. اتبع كل من الغزالي وديكارت أسلوب الشك المنهجي، اللي هو مو شك حقيقي بل منهج يفترض صاحبه افتراض بإرادته لاختيار معلوماته وتطهير عقله من أي خطأ في أفكاره، وهو بحد ذاته وسيلة وليس غاية، هو خطوة للوصول لمن؟ لليقين. يقول الإمام الغزالي: إنما مطلوب العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي. ديكارت شي يقول؟ إن الأداة الحقيقية لكل علم وكذلك المنهج يتمثلان في البحث عن السؤال التالي: ما هي المعرفة؟ وما هو المدى الذي تمتد إليه؟ يعني تطابق حتى بالسؤال عن ما هي المعرفة. طبعا الغزالي ولد سنة 1058 بطوس بإيران، وتوفى سنة 1111، يعني أكبر أو سبق ديكارت تقريبا ب 500 سنة، إذا مو أكثر بشوية. شوية يعني بالبداية نتحدث عن الغزالي، وبعدين نعقد مقارنة بين الغزالي وديكارت، وبعدين ناخذ رأيين الاثنين الكتاب العرب عن أيضا الشك عند الغزالي وديكارت. الغزالي نشأ من طفولته نشأة دينية صوفية استمر عليها نهاية حياته، وكان وضعه النفسي قلق بسبب معاصرته إلمن للانقسامات الفكرية والاضطرابات السياسية. ولما بدأ يدرس الفلسفة، هو أتصور يمكن سنتين درس الفلسفة بالمدرسة النظامية ببغداد، ولما يعني تشعب من عندها ازداد حيرة وقلق حتى يصل إلى بر الأمان. بذيك الفترة اختط لنفسه مبدأ الشك كمنهج يفرز بيه العلم اليقيني اللي ما جدال فيه. أول شيء فعله الغزالي هو شنو؟ هو الشك بالعقائد الدينية الموروثة، لأن كانت فرق كل شوي، وكل فرقة تدعي أنه هي الفرقة الناجية والفرق الأخرى هي الفرق غير الناجية. فكان يعني سائل ليش يعني ابن اليهودي من صبا إلى أن يموت يعني يبقى متوارث الديانة اليهودية، والنصراني والمسلم؟ هاي أسئلة يعني عقلية. فلذلك نشوف الغزالي بدأ يرد على كل الديانات والمذاهب، رد حتى على المذهب الأشعري اللي هو كان أشعري، وكذلك انتقد المغالين من الصوفية مثل بعض أقوال إذا ما أكون مخطئ البسطامي، الحلاج. المهم الغزالي في كتابه ميزان العمل يقول إن الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلالة. وبكتاب المنقذ من الضلال يقول إن العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم. يعني أيضا يقول كل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني. نلاحظ أن الغزالي بمنهج العلمي الشكي يعني انطلق يبحث يعني عن ينقد العقائد الموروثة وحتى المشاكل الفلسفية. فبالعقيدة الدينية وجد أنها تنتقل من الإنسان
مثل ما قلنا عن طريق الوراثة، التقليد، لا أكثر ولا أقل. فأي فرد ينشأ يعني وفق الديانة اللي أهله كانوا بها، وهذا يعني هو مشابه لقول الرسول محمد: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكان يعتبر التقليد غير يقيني وما يقود للحقيقة، ولا يعني يا حقيقة الفطرة الأصلية اللي تميز بين الحق والباطل. مع العلم أنه الفطرة الأصلية هي وحدة عند كل البشر. على هالأساس استمر الغزالي بالبحث عن الحقيقة، فشك بأمرين أو بثلاثة مثل ما راح نتطرق لهن، اللي هي الحس والعقل. نجي أولا الشك بالحواس عند الغزالي وعند ديكارت. الشك بالحواس عند الغزالي: رفض الغزالي المعلومات اللي نحصل عليها عن طريق الحواس بالتقليد والتلقين، اتجه للمحسوسات ينشد بها اليقين، لكنه شك بالمعرفة الحسية. ليش؟ لأن الحواس عرضة للخطأ. مثلا يضرب مثل انه الحواس شلون تخدعنا، انه نشوف كوكب جدا صغير بحجم الدينار الحديد، لكن هو بالواقع اكبر من الارض بمئات المرات، بالاف المرات. فيقول هنا: أنا كيف نثق بالمحسوسات؟ يقرر الغزالي بكتابه المنقذ من الضلال ان الحواس تخدعنا، والمعارف الحسية على هالاساس عارية من اليقين، فلذلك لا يمكن أن يعني نعتبرها علم حقيقي. يقول: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفس الحركة؟ أي ظل تشوفه واقف، لكن أنت ورا شوية شوية راح تشوف أنه هذا بدأ يتحرك هذا الظل. فهنا أيضا مثل على الخداع. وهناك أمثلة كثيرة من المحسوسات اللي يحكم فيها ببطلان الحس ويكذب العقل، يعني على هالأساس ماكو أي ثقة بالمحسوسات. هذا بالنسبة للغزالي. نيجي لديكارت. مثل ما قلنا، ديكارت استبعد أيضا شهادة الحواس لأنها أيضا تخدعنا ولا يمكن أن نؤمن إلها. ومثل ما قلنا أنه قال: لا يمكن أن نؤمن إيمانا تاما لمن خدعنا مرة. أو ديكارت كان يشوف أصلا اختلاف الناس بأفكارهم واتجاههم هو سبب خداع الحواس في أغلب الأحوال العفو في أغلب الأحيان. يقول ديكارت: كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء وأوثقها، منين اكتسبته؟ من الحواس. لكني جربت هذه الحواس بعض الأحيان وجدتها خداعة، ومن الحكمة لا نطمئن كل الاطمئنان إلى من خدعونا ولو مرة واحدة. يتناول ديكارت مثل أيضا مثل الغزالي، هو مثل أيضا يقول مثلا: قطعة الشمع مع خلية النحل تشوفها صلبة وباردة ومتينة، وحتى من ترطمها بالأرض يطلع منها صوت، لكن بمجرد أن تصورها من الأمور الصلبة، لكن مجرد أن تقربها من النار راح يتغير شكلها وتصير سائلة وتسخن وما بها أي صوت. هذا يعبر لك عن يعني عن خداع بالحواس، إنه كتب ديكارت يقول: لا تقدم لنا الحواس أي فكرة عن الأشياء كما نصوغها نحن بواسطة العقل. يعني العقل كذب الحواس. هسه خلصنا من اول شك اللي هو شك بالحواس، نجي للشك بالعقل عند الثنين، عند الغزالي وعند ديكارت. الشك بالعقل، الغزالي شو يقول على العقل؟ ويا عقل يقصد بيه؟ يقصد الغزالي هنا بالعقل العقل الفلسفي اللي يقوم على الاستدلال والاستنباط. يقول ايضا هذا عرضة للخطأ، مما يوضح قصور العقل الانساني بالوصول الى العالم اليقيني. يقول الغزالي: بطلت الثقة بالمحسوسات. احنا مو قلنا المحسوسات ما عندنا ثقة بها، فبهالأثناء
من قلنا المحسوسات هي باطلة، ما بقى قدامنا غير العقل نؤمن به. العقليات اللي هي نوع من أنواع الرياضيات، مثلا نقول 10 أكبر من 3 وهكذا. لكن الغزالي أيضا يعني هنا يسأل تساؤل آخر، يقول شلون نؤمن بالعقل وإحنا قبل فترة آمنا بالمحسوسات وطلعت طلع العقل إجا قال لا، أثبت لنا العقل إنه هاي المحسوسات كاذبة، ولولا العقل لبقينا نآمن بهاي المحسوسات. زين إحنا شو ضمن إن ما يظهر بوقت ما فد معرفة عقلية أخرى أو شيء آخر أو حاكم آخر ويقول لنا هذا العقل خاطئ؟ شنو اللي يضمن لنا؟ ها؟ يعني دا أشوف بالحالة إنه استحال، يعني حتى إنه هذا الحاكم اللي راح يجي ويبطل لنا العقل مثل ما العقل أبطل الحواس، يقول إنه عدم وجوده مو دليل على استحالة إنه استحالة وجوده، يعني عدم وجوده مو دليل على استحالة إنه هو ما موجود. هذا بالنسبة للغزالي. بالنسبة لديكارت عن العقل أيضا حكيناه، إنه ديكارت كان يشوف العقل بحكم تكوينه قاصر عن إدراك الحقيقة كاملة، بل هو أيضا عرضة للوقوع بالخطأ في أحيان كثيرة. ولاحظ ديكارت إن استدلالات العقل تختلف من شخص لآخر حتى بالرياضيات. من هنا يعني وقوع الناس بالخطأ باستدلالاتهم الرياضية، ويعني أيضا يخلي العقل في مجال الشك. ثالثا نجي للشك بالحياة الشعورية أيضا عند الغزالي وعند ديكارت. الغزالي هسه الغزالي شك بالحواس وشك بالعقل وأثبت قصورهم بالوصول لليقين، أيضا بدأ يشك بالحياة الشعورية بصفة عامة، وأثبت أنه يقول أنه قد تكون هاي الحياة مثل ما قال ديكارت كلها مجرد وهم وخيال. المثل شنو اللي يضربه؟ نفس المثل اللي أخذه ديكارت، يقول بالمنام الإنسان من ينام يشوف أمور ويتخيل أحوال مستحيل يشك بيها وانه هي حقيقية، لكن عندما يستيقظ يعلم انه كان دا يحلم مجرد وهم او حلم. يشوف الغزالي انه اذا وردت هاي الحالة اللي يكون بيها ما نعتقده باليقظة بالحواس والعقل مجرد وهم وخيالات بالنسبة لها، تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها. يعني افترض الغزالي انه هاي حياتك ايضا قد تكون حلم طويل، ايش مدرك انت؟ يعني هذا اللي ايضا مثل ما حكينا بالضبط نسخة طبق الاصل اللي قاله ديكارت. يعني ايش مدرك انت حياتك هاي حلم طويل، يعني وقد تستيقظ منه في وقت من الاوقات وتعرف الامور. طبعا هذا ايضا اكو حديث الرسول يقول بي الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. ديكارت ايضا عن الحياة الشعورية يقول الرؤية وخداع يعني يدفعان إلى الشك بالحياة بصفة عامة. تناول هاي المسألة أيضا بالتمييز بين اليقظة والمنام. وجد ديكارت أنه يعني ما أكو فد علامة تقدر تميز بين اليقظة والمنام، ما أكو معارف عقلية صادقة عد الإنسان حتى يعرف أنه هو نايم لو مستيقظ. وانتهى ديكارت القول بأنه لا يمكن أن يقال شيء يقيني عن وجود الأشياء أبدا، وبذلك كل العلوم الطبيعية والفلك والطب حسب ديكارت علوم معرضة للشك بها. لكنه مع ذلك يقول أنه الحقائق الرياضية عد ديكارت يعني بها يقين لا يمكن الشك بيه. هنا أريد أخذ رأيين عن علاقة الغزالي وديكارت.
هل ديكارت يعني اقتباس من الغزالي، سرق من الغزالي، أفكار متشابهة ما كان يدري بها؟ أكو رأيين، رأيي يقول إنه هي أفكار يعني أفكار متشابهة، تشابه ظاهري، ورأيي يقول لا، يعني ديكارت أخذها من الغزالي. الرأي الأول هو للدكتورة راوية عبد المنعم، كتابها ديكارت والفلسفة العقلية فرقت بين المنهجين، منهج الغزالي ومنهج ديكارت. تقول بالرغم من هذا التشابه الظاهري في استخدام منهج الشك عند كل من الفيلسوفين، إلا أن طريق الشك اللي انتهجه الغزالي يختلف عن ديكارت، اللي شنو نتج عن أزمة نفسية. هاي على الغزالي كان يعاني من أزمة نفسية انشقت عنها حالة إشراق صوفي، بينما كانت الحقيقة المعقولة والعقلية هي نتيجة الشك الديكارتي اللي لم يكن يرمي إلى إثبات روحية النفس ويرتقي منها إلى معرفة الله. أيضا تقول كان الفلاسفة يبدأون من العلم الطبيعي، ها، ليصلوا منه إلى ما بعد الطبيعة الميتافيزيقية. يعني مجيء ديكارت اللي بدأ من فكرة الله لم تعد النظرة للعالم تبدأ من العالم المحسوس إلى العالم المعقول، بل تبدأ من العالم المعقول عن طريق من؟ عن طريق الفكر اللي هو أساس كل معرفة. حاول الوصول إلى اليقين عن طريق استخدام منهج الشك ديكارت، ذلك المنهج مؤقت اللي يهدف منه إلى بلوغ شنو؟ الحقيقة في جميع العلوم والمعارف الإنسانية اللي أصبحت بنظر ديكارت موضوع الشك ومحل شبهة. هذا رأي الدكتورة راوية. أكو رأي آخر للباحث سمير حلبي، هي في مقالة حلوة يقول بيها، طبعا كتبها بذكرى وفاة الإمام الغزالي، يؤكد أنه المنهج اللي اتبع الغزالي شديد التشابه بما قدم الفيلسوف الفرنسي ديكارت، وهو ما يؤكد يعني انه ديكارت كان متأثر بالفيلسوف الإسلامي الكبير الغزالي وأخذ عنه. الفيلسوفين عاشوا التجربة المعرفية نفسها، ومؤكد انه السبق لمن كان للغزالي. فالعبارة الشهيرة للغزالي: الشك أول مراتب اليقين، اللي موجودة بكتابه المنقذ من الضلال، هي اللي بنى عليها ديكارت المذهب مالته. وأثبت هذا منه حسب سمير حلبي، يقول أثبت الباحث التونسي العكاك حينما عثر بين محتويات مكتبة ديكارت الخاصة، بمكتبة ديكارت الخاصة بباريس، لقى كتاب المنقذ من الضلال للغزالي مترجم، وبخط ديكارت خال خط أحمر تحت هذه العبارة اللي هي الشك أول مراتب اليقين، خال ديكارت خط أحمر وكاتب عليها، كاتب بالهامش: يضاف ذلك إلى منهجنا. يعني يشير ديكارت هنا لمن؟ يا كتاب مقال عن المنهج. ويحكي الباحث يقول: إذا أردنا نعقد مقارنة بهذا الموضوع توضيح تأثير الغزال على ديكارت، فيمكن ذلك عن طريق كتاب المنقذ من الضلال وكتاب مقال عن المنهج لديكارت، راح نشوف توافق غريب بيناتهم. لكن يقول إنه الغريب بعد أن عرفنا تأثر ديكارت بالغزالي واطلاعه على كتاب المنقذ من الضلال، وقبل أن تعقد أي مقارنة، الإشارة لابد من الإشارة إلى ما كان على الفيلسوف ديكارت أخلاقيا، يعني أن يذكر الغزالي وأنه أخذ هاي من عنده، مو أنه يسبها لنفسه. يعني هذا يسموها بالعصر الحالي يسموها الأمانة العلمية، وهذا من المأخذ اللي تؤخذ على ديكارت. زين، أنه ما أشار إلى الإمام الغزالي. طبعا أكو هناك فروق أساسية بين العصر اللي عاش بيه الغزالي والعصر اللي عاش بيه ديكارت. هاي الفروق تجعل مهم الفلسفي كل منهما لها طابع خاص. وين يظهر؟ يظهر بطريقة تفكيرهم.
لأنه عصر الغزالي كان يعاني من مشكلات دينية متعددة، ظهرت اتجاهات دينية وفلسفية كلش كثيرة، وكان عند كل هذه الطوائف قائم علما على التقليد. فعرف الغزالي أن هذا الفكر القائم على التقليد هي مشكلة كبرى لعصره، فرأى أنه من واجبه مكافحة كل أشكال التقليد. أما ديكارت اتسم بيش بوجه خاص عصره بالاكتشافات العلمية بمجال العلوم وشروحه، يعني مثل ما قلنا مثل كوبرنيكوس، غاليليو وآخرين. هاي كلها اكتشافات علمية اللي بسببها بدأ التشكيك بالآراء والتصورات المسيحية بشكل عام. هذا الاختلاف بين هالعصرين، لكن الغزالي وديكارت اشتركوا بنفس الطريقة الفلسفية اللي قادتهم بالنهاية علما إلى الهدف المطلوب بلوغة عند كل منهم. هذا المنهج اللي سلكه ديكارت كان من أولى ثمار إثبات الذات، واللي نتج عنها النظرية الديكارتية المشهورة. النظرية الديكارتية المشهورة أنا أفكر إذا أنا موجود، وبعد ذلك توصل إلى المن اليقين بوجود الله، وبعدها توصل إلى اليقين بوجود العالم. أخيرا إذا يعني نقدر نلخص منهج الشك عند ديكارت بخمس نقاط وننهي. المنهج الديكارتي نشأ نتيجة شنو؟ المناخ العلمي والفكري اللي عاش بيه وكان محاط بالاتجاهات العلمية والدينية. هذا أول شيء. ثانيا، تفكير ديكارت بكل ما كان يدور حوله والموروثات العلمية والدينية اللي عجز رجال الكنيسة عن تفسير مقنع للمسلمات التي يؤمنون بها واكتشاف خطأ أقوالهم. ثلاثة، الشك عند ديكارت هو وسيلة للوصول إلى اليقين وليس شكا مطلقا، قلنا هو يعني إرادي، بإرادة الإنسان هو يشك. الشك الديكارتي. أربعة، منهج جديد ومبتكر لم يسبق إليه، في حين أن الشك المطلق هذا قبل ديكارت كان مذهب سائد به. يعني نستطيع أن نقول أن ديكارت طور مفهوم منهج الشك. أخيرا، خمسة، حاول ديكارت هدم العالم الحسي بالشك وإعادة النظر إليه من جديد. طبعا لا توجد عند ديكارت حقائق يقينية مسلمة قبل البحث والتدقيق أبدا والتمحيص، لكنه بنفس الوقت ما ينكر وجود هذه الحقائق مطلقا. يعني هنا بعض النقاد يقولون أنه ما ينكر وجود بعض الحقائق مطلقا، يعني هذا كتبها خوفا من الكنيسة، يعني ما راد ينكر كل الحقائق، لأن إذا أنكر كل الحقائق بما فيها الإنجيل والكنيسة وكذا راح يعرض نفسه للمساءلة. فهو يشك في كل شيء، وبعد البحث هذا يوصله هذا الشك إلى النفي أو إلى الإثبات، فالشك عنده هو الأصل. طبعا فرانسيس بيكون وديكارت ذول الاثنين هم مثل العربة اللي هي قادة العلم والنهضة بأوروبا، فأسسوا مدرستين. فرانسيس بيكون يعني ظهروا إلى أتباع مدرسة اسمها المدرسة الإنجليزية، جو من بعد جون لوك، هوبز، ديفيد هيوم، جون ستيوارت ميل، هذول كلهم راح نتحدث عنهم إن شاء الله. والمدرسة الثانية اللي صاحبنا ديكارت هو المؤسس إلها، اللي هي اللي يسموها الأوروبية أو القارية، أيضا راح يظهرون بها أتباع لها مجموعة من الفلاسفة مثل سبينوزا، باسكال، مالبراش، لايبنتس، أيضا كانت وهيجل، أيضا إن شاء الله نتحدث عنهم بالتفصيل. انتهت هاي الحلقة اليوم، وشكرا لكم.